بالون ولا انا ما كنتش في البالون، بس انا سمعت يعني انا كنت ايه مروح وسمعت اللي في حاجه في ميدان التحرير. ايه هي؟ انا من دار السلام. ايه هي الحاجه دي؟ انا ما اعرفش، بس انا جيت ابص على الناس اللي في ميدان التحرير واخواتي واشوف ايه في ميدان التحرير. جيت ميدان التحرير لقيت ناس عاديه، مظاهرين عاديين، مفيش حاجه، بيهدفوا سلميه، مفيش اي حاجه. كانوا بيطالبوا اللي هم بالشهداء والامهات بتاعت الشهداء. انا بس انا جيت اعرف في ايه، ببص فجأت مره واحده لقيت في عساكر امن مركزي طالع من الشارع اللي شارع اسمه الشارع ده قصر العيني، الشارع ده ماشي جنب السفاره الامريكيه، اللي جنب السفاره الامريكيه، الشارع اللي جنب السفاره الامريكيه طالع منه عساكر، وكان معاهم عربيه اللي هي عربيه مصفحه. ابتدى ايه، ابتدوا العساكر يشتموا، وابتدوا يشتموا الفاظ يعني سكيه وكلام مش كويس وبتاع، وفي اللي يرقصوا وتعالوا واحنا هنعمل فيكم اكتر من الاول وانتوا مالكمش لازمه. المهم اللي احنا دخلنا يعني ايه، احنا دخلنا في طب انتوا هتعملوا ايه بعد كده، انتوا بتشتموا وتستفزونا. لقينا في قنابل بتتضرب، في قنابل سلو الدموع اتضربت. ابتدينا اللي احنا نحمي على نفسنا بالطوب، ما ضربنا الطوب بقت قنابل وبقت رصاص ايه، رصاص نطاط. رصاص النطاط كان بيجي في العين، والقنابل كانت بتيجي في الكتف او اي حاجه يعني كان ايه. المهم اللي هو كان بيصيب بيها، كان بيضرب اللي هو يصيب. المهم اللي احنا فضلنا نضرب ايه بالطوب وبتاع، دخلنا ايه، حاولنا اللي احنا ندخلهم ايه، نرجعهم ورا، وابتدوا هم يرجعوا ورا واحنا بنقعد إيه نخش قدام شويه، وبنا ايه نضرب بالطوب ويرجعوا ورا، وقفوا ورا كده شويه وفضلوا واقفين ويضربوا علينا واحنا نضرب عليهم. في يعني رتبه طلعت من عندهم، واحد طلع قال لك ايه يا جدعان، طب وقفوا ايه، وقفوا الضرب واحنا هنوقف الضرب مش عارف ايه، طب اهدوا، طب افهموا، طب مش عارف انتوا عاوزين ايه. في ناس طبعا ما تعرفش الامن المركزي خاين. الامن المركزي بعد 25 عرفنا اللي هو اصلا كان بياخد دروس، اللي هو خاين، بياخد حاجات اللي هو يخون ازاي الحاجه زي يخدع ازاي، يخدع الشعب ازاي. الامن المركزي يخدع الشعب ازاي، دي حاجه كان بيتدرس لها اساسا، هو كان بيتعلم. المهم ابتدت ناس اللي هي ما تعرفش اللي هو خاين ابتدت ترجع، في ناس اللي هي عارفه ابتدت واقفه عادي، ما ضربوش بس واقفين اللي واقفين. الناس وهي راجعه ابتدى الضرب تاني يشتغل، ضربوا تاني وهم راجعين بقى، ابتدى الضرب يشتغل تاني. ابتدينا ان احنا نضرب بالطوب، رجعناهم يعني رجعناهم لاخر الشارع يعني. جم وقفوا، كان الوقت ده بقى خلاص طلع علينا النهار، طلع علينا الصبح كده على حدود الساعه ايه 5 كده، جه علينا النهار. ابتدوا واقفين عند شارعين كده، دخل الامن المركزي بينرفز برده تاني، ما احنا وقفنا شويه وبتاع، احنا ولعنا في نار طلعت كده، وناس صورت نار طالعه وكاوتش والع وكده. احنا ولعنا الكاوتش ده لهدف للدخان بس ايه، يغطيهم ويغطينا عشان ما يشوفوناش، مش اكتر، مش اللي هو اللي احنا حمايه يعني، حمايه عن نفسنا احنا، حمايه على نفسنا احنا بس مش اكتر. المهم اتضح ان هم يظهروا تاني ويطلعوا بقى ايه ينرفزونا تاني وبتاع ويشتموا ويضربوا، راحوا ضاربين، ما ضربوا هم، ضاعوا المره دي راحوا ضاربين، ضربنا احنا، راحوا هم اختفوا، ابتدوا ايه يتفرقوا. اما اتفرقوا في عربيتين مدرعين دخلوا، عربيتين مصفحين راحوا داخلين ورا العربيتين، ناس لابسه زينا، ماسكين سيوف، ماسكين في ايدهم بتاع دوت كذلك، وناس كتير اتصابت مننا، منهم هم بالذات بيضربوا ويضربوا بقى. لا حد مات؟ لا، هو كان في واحد مضروب في فمه، في فخده، في فمه هنا، بس ما نعرفش هو مات لا ولا لا، لان العربيه اللي ساعات خدته الصبح ومشيت. وكانوا بيضربوا بازايز، احنا كان في فتيل وكل حاجه، بس مش معانا، كان معاهم ازايز. كانوا في كشك جنب سعادتك، لو دخلت صورت هتلاقي كشك متدغدغ، هم اللي مدغدغينه وجايبين الازايز، هم اللي مكسرين علينا. بس هو ده اللي حصل يعني امبارح، ويعني اللي هو الموقع اللي انا شفته يعني. بس عايز اعرف الاصابه دي، بس معلش ايه دي، شايف الحروق كده. انا سبب اصابتي ان لقيت قلنا للشباب اللي جوه خلاص يرجعوا، تعالوا خلاص نهدي الموضوع شويه. لقينا بردك الامن المركز طلع يستفزنا وبيضرب علينا القنابل، بردك قنابل مسيله للدموع، طبعا الشباب طبعا ما سكتش بردك، راح داخلين بيضربوا طوب وكده. لقيت راح من الامن المركزي يعني شرطي، هو من الامن المركزي هو اللي صابني مباشره يعني ايه بال السلاح اللي كان معاه، اللي هو السلاح القنبله الدموع، سائل الدموع. وغير كده حضرتك كان في جوه بقى بيحذفوا قنابل كتيره قوي يعني، اكتر من 5 ولا 6 قنابل، وما تلحقش ان انت تعدي منهم. مفيش ممر ان انت تقدر، مفيش مفر ان انت تقدر تعدي ما بينهم. في اللي كان بيقع وحالات اختناق كتيره، وغير كده الازاز اللي كانت بتحدف علينا من البلطجيه اللي كانت معاهم
كانت ازايز وكان بيحدفوا طوب علينا، وكان كل شويه يعني حاجه مهزله، وخراطيش كان بيتضرب على الناس جوه، وخراطيش 16 و12، ويعني كانت حاجه اخر بهدله يعني معانا. انا عاوز اقول حاجه، انا عاوز بس حد، انا عاوز افهم الامن المركزي ليه بينرفز المتظاهرين، ليه بينرفز الشعب؟ هي إيه دي النقطه اللي انا عاوز اعرفها. ايه الحاجه، في حاجه سياسه مثلا في يوم عارفينها؟ طب يعني هيعرفها لنا ولا مش هيعرفها لنا ولا ايه؟ بينرفزونا ليه؟ ايه الهدف اللي هم ينرفزونا بحاجه زي كده؟ هم صالح البلد ولا مش صالح البلد، ولا هم ايه بالظبط؟ انا مش عارف حاجه الصراحه. من ناحيه الامن المركزي انا مش عارف اي حاجه. ازاي يعني الامن المركزي ده مسلم ومصري، وانا مسلم ومصري، اذا كان بقى مسيحي او مسلم، او كان مسيحي او مسلم، بس هو اسمه ايه؟ مصري. عشان الناس مفكرانا احنا بلطجيه مصري. طب هو مصري بيعمل ليه كده؟ احنا كلنا مصريين، كلنا مصريين، ليه بيعمل هو كده؟ بينرفز ليه؟ في حاجه عاوز يوجهها مثلا للناس اللي قاعده في البيوت؟ في حاجه عاوز يوجهها لاي حد تاني؟ ممكن يا باشا. اصل حضرتك، اصل حضرتك بيقول علينا بلطجيه، يعني انا دبلوم تجاره والراجل دبلوم صنايع، وفي ناس هنا معانا ليسانس وكده. أيوة. يعني احنا مش زي ما بيقولوا علينا بلطجيه ولا حاجه، لا ده احنا شباب عادي جايين سلميه سلميه، بس هو اللي حصل فينا كده. اهداف مجيئنا ان انا سمعت ان يعني انا اهداف مجيئني اللي هو اساسا امهات الشهداء موجودين هنا وبيتحتف عليهم قنابل، قنابل مسيله للدموع. اه مضمونين مع اسر الشهداء. شكرا.